استاذ احمد، يعني ايه اللي بيخلي الشباب يجي عندك؟ الحقيقة هي احنا يمكن اغلب اماكننا نفس الفكرة. احنا اماكن بتعتبر بشكل اساسي اماكن برضو ترفيهية، هي مش بس مش بتأدي دور، يعني مش بس انها بتأدي دور فعال كاماكن ثقافية، لكن هي كمان بتقدم تجربة ترفيهية بشكل ما لضيوفها، بحيث ان احنا بنحاول نجتذب الناس انه تعالوا انتوا تقدر تقضي يوم لطيف، تفتكروا تخرج مع اصحابك، تخرج مع مراتك، تخرج مع اولادك في مكان ظريف ولطيف، وفي نفس الوقت يبقى مكان بيحترم عقلك وبيفرجك على حاجه ليها قيمه ثقافيه وليها قيمه فنيه، فتبقى في نفس الوقت هي حدث ترفيهي لكن في نفس الوقت ليه بعد ثقافي. فده اعتقد ده المعامل الاكبر في جذب الناس، يعني ان احنا مش بنقدم الثقافه. يعني حضرتك قلت كمان الناس حابه صوت من تحت الاماكن الرسميه، انا اختلف شويه مع استاذ ايدي ان ما اعتقدش ان احنا نقدر، لان احنا الاماكن دي اماكن امكانيات، فرق امكانيات ضخم جدا. هو بس كل الموضوع ان احنا نكتسب جزء من الجمهور اللي بيدور على حاجه، او بنقدم يعني باب، نفتح باب زياده على الابواب الموجوده، انه يقدر الناس تلاقي بدل المكان اثنين وثلاثه واربعه وخمسه. يمكن احنا اسهل موضوع، ما فيش قاعده ويمكن مقصود بيها ما فيش بيروقراطيه كتير، لانها اماكن خاصه وصغيره، فبالتالي بسهوله جدا ممكن اي فنان يقدم فيها حاجه غير الاماكن الكبيره اللي تمتلكها الدوله او تمتلكها مؤسسات كبيره. فاعتقد ده بيجتذب الفنانين وبيجتذب الضيوف يعني.